السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كشف الفنان شريف منير تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل طارق عبد العزيز أثناء تصوير مشاهدته في مسلسل وبقينا اثنين. شفت روحه بتطلع. شريف منير يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز. فيديو في برنامج الحكاية. كشف الفنان شريف منير كواليس لحظاته الأخيرة للفنان الراحل طارق عبد العزيز أثناء مسلسل وبقينا اثنين. وإضافة شريف منير في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح، وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وفي حالة تألق عليه جدا ونفسية جدا ونشيط وبيضحك وبيهزر وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي. وضح في مشهد هنا بعمله هو وممثلة شابة عملنا بالرفاق وصورنا أول مرة الشوت وكان واقف جنبي، فالمخرج قال عاوزين نعمله مرة تانية. وتابع المخرج بيقول: أكشن جه طارق تجاهي وشفت لونه بيروح وسند عليا وقعد على كرسي وقال لي مش قادر أقف على رجلي وجسمه أصفر وفجأة أبيض وجسمه سجع، وحاولت أدلك قلبه ولقيت عينه مرفوعة لفوق، فتحت له القميص وجيت أسمع ضربات قلبه ما سمعتش حاجة وارتف. قمنا بنقله للمستشفى، ولما رحنا الدكاترة قالوا لنا إنه جه المستشفى متوفي، وأنا شفته وروحه بتطلع. دي كانت آخر نهاية حلقتنا. رحم الله الفنان طارق عبد العزيز، رحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. ما تنساش تدعمني بلايك وشير وتشترك في القناة لو أنت لسه جديد. شكرا لكم.